سلام، مرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم جيتكم فكرة يعني خياطة الشوشو باليد فقط بدون استخدام آلة الخياطة. هاوليكم الشوشو اللي خيطته بيدي، ما يبانش اصلا بلي مخيط باليد، يعني نفس الخياطة تحسبوا مخيط بالماشينة ما يبانش بلي مخيط باليد. اليوم ان شاء الله راح نعرفكم على جميع خطوات واسرار يعني باش يخرج لكم الشوشو هكا شباب وبيان فيني. تابع معايا الفيديو للاخر، واذا عجبكم ما تنساوش تحطوا لايك للفيديو وتعليق مشجع. تابع معنا للاخر. اذا هاي معنا هنا قطعه الساتا اللي حنستخدموها، قصيتها من قبل، شوفوا قصوها يعني تكون بيان فيني حيت القص تاعها يكون يعني عنده كما نقولوا علاقه باش تخرج لكم النتيجه مليحه، يعني بدايه من القص كي تقصوا قصوا حاجه مليحه. هنايا بالنسبه للابعاد تاعها، الطول تاعها 75 سنتيمتر، تقدروا يعني من 70 سنتيم حتى 80 سنتيم. هنا ماشي يعني كل ما زدتوا لها في الطول كل ما جات كما نقولوا فيها كشكشه بزاف وجات شابه بزاف. بالنسبه للعرض، العرض تاعها 12 سنتيمتر. واش راح نديروا؟ نقلبوا هذيك القطعه تاع القماش تاعنا على الظهر تاعها، على الظهر. هذه الخطوه اللي حنعطيكم دوكا يعني قادرين يعني شغل المبتدئه، وحده مبتدئه شغل ديرها عادي باش تخرج لكم نتيجه مليحه. تروحوا لواحد زعما احد الطرفين، يعني سواء هذا سواء الاخر، تبعدوا هكا حوالي 1 سنتيمتر، حوالي 1 سنتيمتر، يعني هي ما تلحقش 1 سنتيمتر. ترسموا هكا بالطبشور ولا واش عندكم نتوما، ترسموا على الحافه هكا خط، هذا الخط باش تبعوه من بعد كي تبغوا تخيطوا هكا، تخيطوا واحد ترسموا 1 سنتيمتر. بالنسبه للون الخيط تستخدموا لون يكون قريب من القماش، انا راح نستخدم اليوم الابيض باش نبين لكم واحد التفاصيل، تما ما نقدرش نستخدم نفس لون القماش، انا جاب باش نبين لكم واحد التفاصيل. نروحوا نبداو نخيطوا من الطرف، يعني من الطرف منا ما نخلو حتى سنتيم، يعني نخيطوها كامل هكذا بال خياطه عاديه، والغرزه دائما كما قلت لكم تكون نوعا ما صغيره، هي محال يعني باش ديري غرزه صغيره كاع لهذيك الدرجه باسكو تستغرم لك بزاف وتدي لك الوقت، لكن هكا غرزه تكون متوسطه نوعا ما هكذا. لاحظوا كيما هذه غرز تكون قريبه شويه لبعضها. هناك تبداو تخيطوا، تبعوا هذا الخط اللي رسمتوه، يعني هنا يسهل عليكم باش تخيطوا، يعني حاجه تحفه تخرج في النتيجه في التالي ما تبانش بلي اصلا مخيطه. هنا خيطها كامل هاك، شوفوا هنايا كيفاش خيطها، الغرزه تكون صغيره. هنا راني قريب من الحق للطرف، بون الحق للطرف الثاني سي بون. برك بغيت نوريكم حاجه، كاين اللي تكتفي يعني تخيط هذا المكان، تخيط هذه الخياطه فقط، وكاين وين تعاودي ترجعي مع هذه الخياطه، يعني ما يبقاولكش هذه الفراغات، يبقى يعني نديرو غير الخيط شغل خيطتي في الماشينه. هنا انت حره زعما تقدري تحبسي هنايا وديري عقده، وتقدري ولا تزيدي تكملي باقي الخطوات، يعني تعاودي ترجعي معها بالخيط، لكن قبل ما ترجعي معها بالخيط قبليها كيما هكا كسليها، كسلو يعني باش يروح لكم هذاك التكمش مره على مره هكذا كسلوها. كي كنتو تخيطوا كاين وين تجبدوا الخيط ويتكمش لكم، تكسلوا هكا قد ما تقدروا، كسلوها باش يروح لكم هذاك تكمش كامل. اذا انا من شحال كتافي هنايا فقط راح نعاود نرجع معاها نخيط هاك شغل راني نخيط بالماشينه هكذا، يعني وين يبدا الخيط نديروا البره، وين يبدا نعاود نخرجوها هكا. هنايا نتوما احرار كما قلت لكم، تبغوا تكملوا تبغوا تزيدوها. لاحظوا هنايا كتكملوها شوفوا كيفاش تجيك، تجي يعني خياطه متينه بزاف. اذا راح نكمل نخيطها حتى نلحق لهنايا وندير العقده ونوريكم الخطوه اللي بعدها. اذا شوفوا النتيجه كيفاش خرجت، هنا خياطه تخرج شغل متينه بزاف، الحاجه مليحه فيها انه تخرج متينه بزاف، لكن اللي قلها صبر ماشي سهله بزاف. المهم انا لحقت هنايا سي بو، دوكا نديروا العقده ننتقلوا للخطوه الثانيه. إذا كما لاحظتوا هنايا ما خليناش فارغ، يعني تخيطوها كامل، تخيطوها ما تخلو حتى فارغ، تخيطوا على الاخر كما نقولوا ما تخلو والو. دروك روحوا نقلبوها على الجهه على الوجه نتاعها، لاحظوا تحطوها هكا وتبداو تقلبوا فيها على الوجه نتاعها بتورنوفيس ولا بالمسك الوحده واش تستخدم، المهم الطريقه السهله والسريعه. هنايا نحبسو، هاي مش حنخرجوها يعني مش حنواسوها الظهر تاعها كامل. شوفوا هنايا غير تخرج هذه شويه برك منا، نروحو نحكموها بهذا الشكل، هذه تجي مع هذه، يعني هنا هذا الطرف يجي مع هذا الطرف، حطوها بهذا الشكل، لاحظوا حطوها بهذا الشكل ونواصلوا الخياطه. لكن هادو هنايا هادو افتحوهم وخيطوا، ما تخلوهمش مغلوقين، هادو هنايا ما تخلوش مغلوقين وتخيطوا كيما، لا لا افتحوهم وخيطوا.
هي كاين امور يعني تبان لكم بلي شغل يعني تافهه، بصح هي العكس هذيك هي اللي شغل تزيد في انه الشوشو تخرج يعني حاجه شباب بزاف. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا هذه الداخل وهذه الخارج، نكبوها بهذا الشكل. هنا نحكموا بدبوس فقط، ثبتوها بدبوس باش تبقى على هذا الشكل، ونروحوا نخيطوا. الخياطه من نبداوها نبداوها من الجهه هذه هنايا، من الجهه هذه شوفوا كيفاش نخيطوا. ديروا العقده بيان سيغ، دائما العقده تكون كاينه العقده في طرف الخيط، ونبداو نخيطوا كما خيطنا الاخرى يعني نفس الغرزه نفس الطول تاع الغرزه. يعني نخيطوا هنايا شغل راح نخيطوا صاير داير هذه الطبقتين فقط هنايا. من بدينا كما تلاحظوا من بدينا كي ندورو ما نخيطوهاش كامل، نخيطوا هنايا حساب هنا يعني نخلو فتحه تاع 2 سنتيمتر بدون خياطه. راح نوصل الخياطه وتفهموا مليح واش كنت نقول لكم. هنايا ثاني تخيطوا، قلنا هذوك كونوا مفتوحين هنايا، سيبوا هذا الدبوس نحو تخيطوا حتى نحكو الجهه الاخرى. يعني الطريقه المليحه كاع باليد هي هذه، يعني كاين بزاف هما كاين بزاف طرق يعني باش تخيطوا الشوشو باليد، لكن هذه هي المليحه كامل رقم واحد هذه هي. هنا رانا قريب نلحقوا، لاحظوا هنايا بديت منا، اذا نحبس هنايا نحبس نخلي هذه فتحه. لاحظوا هنايا تقريبا 2 سنتيمتر من 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر ونديروا عقده. هنا ثاني نفس الشيء، تبغوا ترجعوا بالخيط تبغوا تخلوه كيما هكا، انا مش حنرجع حنحتفي بهذا الاخر. نعقدوا الخيط هنا، عقدوا الخيط ضروري تعقدوه، يعني كاع المراحل اللي وصيتكم بهم هي مراحل ضروريه. هنا باش نروح نديروا نروحوا نفتحوا منا نبداو نخرجوا في هذاك الشوشو، هذيك الفتحه تاع 2 سنتيمتر اللي خليناها نروحوا نبداو نخرجوا منها الشوشو تاعنا. لاحظوا هنايا غير بالعقل هنايا ما تفرصوش باسكو الخياطه تتفتح لكم، هنايا غير بالعقل شويه شويه. هنا ثاني بالعقل برك دخلوا هذه الداخل، هنايا انا تعمدت انه من الداخل هنا كيما خيطت تعمدت انه ما نرجعش بالخياطه باش نوريكم الفرق بين كي ترجعوا بالخياطه وكي ما ترجعوش. لاحظوا هنايا طوليا شوفوا هنا كترجع بالخياطه يعني ما تبانش اصلا بلي مخيطه باليد، مي هنايا كي ما رجعتش شوفوا كيفاش النتيجه، يعني نتوما ماذا بكم ميم هنايا تعاودوا ترجعوا بالخياطه. انا خليتها يعني باش نوريكم النتيجه كيفاش تخرج فقط، يعني الفرق بين كي تدخل ترجعوا في الخياطه وكي ما ترجعوش هذيك هي. المهم هذه هي الفتحه تاعنا اللي دخلنا منها لاستيك، عفوا هذه الفتحه اللي خدناها بالخياطه. دوك نروحوا نجيبوا لاستيك تاعنا وندخلوا فيها لاستيك ونعاودوا نخيطوها خياطه مخفيه. هذا ماك هنا لاستيك طول تاعو 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر، اللي تبغي دير 20 سنتيمتر دير 20 سنتيمتر. دائما لاستيك جهه نديرو فيها دبوس وجهه نديرو فيها البانكل هذا بشكل عام، عفوا هكذا شغل يكون عمودي على لاستيك تاعنا. نروحو ندخلو لاستيك الوظيفه تاع البانكل انه ميخليش لاستيك يدخل لنا من داخل الشوشو هذا. اذا راح ندور كامل لاستيك ونخرجوا منها ونوريكم واش نديروا. حنايا راني قريب نخرج لاستيك تاعي، سيبو خرجنا لاستيك نروحوا نخيطوا بالماشينه. هي لاستيك من الاحسن تستخدموا هذاك اللي رقيق كامل اللي عرض تاع 0.5، لكن انا هذا واش عندي. نروحوا يعني ما نعقدوش هنايا نديروا بالف الخياطه ونخيطوا، واللي تبغي تعقد يعني في الاول يعني تزيد في طول لاستيك دير مثلا 24 سنتيم وتعقد عادي. هنا راح نخيط بالف الخياطه، عفوا بما انه حنا نخيطوا باليد فقط يعني راح نخيطها بالابره والخيط، نثبتها اللاستيك مع هذا اللاستيك يعني نحطوا هكذا 1 سنتيم على 1 سنتيم ونثبتهم مع بعض مليح بالابره والخيط. دائما نعقدوا الخيط في الطرف وثبتوه مليح مليح هنا باسكو اذا ما ثبتيش مليح راح يتحل لك كي يعني كي تجي حد تحت مشعرك راح يتحل لاستيك هذا، يعني ثبتوه مليح مليح. يعني كل واحد كيفاش تبغي تخيط هنايا، انا راني نخيط يعني بطريقه عشوائيه، المهم نثبتو ما يهمش يعني كيفاش خيطت، المهم في التالي يكون متين بزاف هذاك لاستيك. سيبو نقطع الخيط تاعنا
دروك نروحو نخيطو الخياطة المخفية. سيبو لاستيك تانا دروك يدخل. دونك هذه الفتحة اللي خليناها نروحو نخيطها لكم خياطة مخفية. إذا جبت هنا الإبرة والخيط بخيط أسود بيان سيغ دايما العقدة في الطرف تاعو، نروحو نحوسو على هاديك الفتحة. بون هاي هنايا لاحظوا الفتحة هذه، ما خليتش فتحة كبيرة بزاف، على بالي قلت لكم ما تخليش فتحة كبيرة بزاف يعني باش تجيكم سهلة في الخياطة. نحكموها هكا، نحكمو هكا بصبعتينا زوج هكا، ومن بعد تبع معايا مليح البرا كيفاش تدخل. البرا تدخل من الداخل هكا، ما نروحوش من هنايا وندخلو البرا، ندخلو هكا شغل من الداخل باش هذيك العقدة تبقى لنا على الداخل. قولو تخرج لنا هكذا البرا، وانتوما بيان سور كي حتخيطو بنفس اللون تاع الشوشو ما راحش تبان لكم، انا فقط راني حنخيط بالاسود. ومن بعد واش نروحو نديرو، نروحو للجهة هذه ندو هكذا حوالي 2 سنتيمتر بالخياطة بيان سور، ونجو للجهة اللي منا ثاني ندو 2 سنتيمتر هكذا، نروحو للجهة الأخرى ثاني ندو، عفوا نزومي لكم عليها، نروحو للجهة الأخرى يعني كل مرة نروحو للجهة ندو حوالي 2 سنتيمتر، يعني تكون غرزة صغيرة بزاف بزاف. هنا راني نخيط يعني كل مرة نمي للجهة ندي حوالي 2 سنتيمتر، ومن بعد نخرجو الإبرة تاعنا. هذه هي الخياطة المخفية، هنا ما تبانش بلي اصلا مخيطة، شغل تجي غير لداخل برك. ومن بعد هنا باسكو لحقت الوين كاين سيبو نهاية الفتحة، نزيد نوريكم شوية هكذا دقيقة، نروحو للجهة هذه ندو شوية ونجو للجهة هذه ندو شوية، سيبو نكتفي نخرج الإبرة سيبو. ومن بعد نروحو لاحظوا هنايا نعقدو عقدة وحدة وحده ولا زوج، المهم تكفي ولا وحده تكفي، هي وحده لماما تكفي، لكن انا راح ندير اثنين للاحتياط. ومن بعد ما تقطعوش الخيط مباشره، شوفوا واش تروحوا ديروا، دخلوا الابره دخل هنايا تروح وحده وين درنا هذيك العقده، دخلوا الابره من داخل هذاك الشوشو، يعني دخلوها بطريقه عشوائيه، المهم تدخل الابره من داخل الشوشو هذا مكان هذا واش يهمنا، ما يهمش واش من جهه، المهم تدخل من داخل الشوشو. من بعد كي تدخل نزيروا شويه هكا منا ونقصوا الخيط، هاونيك الخيط هذاك شوفوا هنايا راه يبان، من بعد كيتواسوا كيما هكا يعاود يدخل ومن هنايا ما يبانش الثاني. اذا هذه هي الخياطه المخفيه وهذا هو الشوشو تاعنا، حاولوا نطولوا شكل الشباب بيان سور، وهذه هي يعني. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، الى اللقاء، شوفوا كيفاش خرج بيان فيني شباب بزاف، باي باي.